كام؟ في سنة واحدة في سنة خمسة، واحدة في سنة تالتة. ايه بقى اللي بيحصل في المدرسة؟ المجموعة اجباري، لو ما خدتش درس مع المستر تاخدي مجموعة في المدرسة. في وقت الدراسة؟ في وقت اليوم الدراسي؟ في وقت اليوم الدراسي يقول لك مجموعة، ما اللي نديك احنا الحصة على السبورة والواجب في الكراسة بتاع المجموعة. تدفعي كام في الشهر؟ بدفع لبنتي 120 وابني 80 وابني 90. ده في اليوم الدراسي، ده دوا المجموعة في الشهر، يعني المجموعة اللي اخدها في الشهر كل شهر اجبار المجموعة. ده غير الدروس الخصوصية؟ غير الدروس الخصوصية. لا، لو ما اديتيش مع المستر درس لازم تاخدي مجموعة اجباري، وانا معيش مفيش. والمسقط ويسقط لازم، يقول لك حكموا عليا دفعت شهر 4 والله العظيم، وانا طالعه من المستشفى عامله عمليه قبضني من هنا لهنا، والجوزي راجل تعبان وقاعد ارزاعه بابا الله. قلت لهم معيش اللي كان معايا دفعته في العمليه وكنت تعبانه وبموت، حكموا عليا دفعت شهر 4 لابني ولبنتي والمصحف استلفت الفلوس من جارتش. والمصحف حكموا عليا استلفت الفلوس من جارتش. لو ما دفعتيش ما نديكيش رقم الجلوس لابنك ولا البنت. وبيعمل فصل بيخش له 3 4 مدرسين، يعني كل المدرسين كده، مش مدرس معين بس، كل المدرسه كده، مش مدرس معين، كل المدرسه اجبار المجموعه. ولو ما دفعتهاش ابنك ما ياخدش رقم الجلوس وما يدخلش الفصل. ولو نقصت له ما انت لشهر ناقص قد كده.